ألقى سعادة الدكتور محمد بن مبارك بن دينا المبعوث الخاص لشؤون المناخ الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة، ألقى الكلمة الافتتاحية في ورشة العمل الافتراضية التي نظمتها سفارة المملكة المتحدة لدى مملكة البحرين وبتعاون مع جامعة بليموث البريطانية حول التكيف مع آثار تغير المناخ وارتفاع سطح البحر في مملكة البحرين، في إطار التعاون بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة للتصدي لظاهرة تغير المناخ. وأشاد سعادة الدكتور محمد بن مبارك بن دينا بالجهود الطيبة التي يقوم بها سعادة السيد رودي دروموند سفير المملكة المتحدة لدى المملكة لتعزيز التعاون بين البلدين الصديقين في شتى المجالات وخاصة البيئة وتغير المناخ. كما أشاد بالتعاون مع جامعة بليموث البريطانية من أجل تنظيم هذه الورشة، مؤكدا حرص مملكة البحرين على بناء شراكة تعاونية طويلة الأمد مع المنظمات المحلية والدولية الداعمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وقد اشتملت الورشة على العديد من المحاور التي شارك فيها مجموعة من الخبراء في الشأن البيئي والرقابي والاقتصادي، حيث ناقشت موضوع التكيف مع ارتفاع سطح البحر ودور الأعشاب البحرية وأشجار المانغروف والشعاب المرجانية في التخفيف من آثار تغير المناخ ودور الهندسة البيئية في تحقيق التنمية المستدامة والتقنيات الحديثة في الرقابة الساحلية وجمع البيانات المتعلقة والآثار المادية لتغير المناخ. المملكة المتحدة الآن تلعب دور ليس فقط من الدول النامية، ولكن تلعب دور دولة الرئاسة للتنسيق بين جميع دول العالم لاستضافة القمة اللي راح تكون في نوفمبر في اسكتلندا، وهي الكوب 26 قمة المناخ القادمة. وفي إطار طبعا التعاون بينه وبين الحكومة البريطانية، ولعلم الحكومة البريطانية أن مملكة البحرين من الدول الجزرية وهم كذلك دولة جزرية، يعون بالضبط المخاطر اللي تعانيها الدول الجزرية مع تأثرها بظاهرة تغير المناخ. نعم. ارتفاع مستوى سطح البحر من أهم المحاور، كيفية التكيف مع ارتفاعات سطح البحر، وتم استعراض تجربة البحرين، وبحرين وضعت لها طبعا تارجت ل 2050 وهو ارتفاع نص متر عن سطح البحر، وكيف راح احنا نخلق استراتيجياتنا للتكيف مع ارتفاعات سطح البحر.